بالنسبة لما هو حاصل أشرت إليه في الأراضي الفلسطينية، كان لافتا جدا أن يقوم جون نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي بجولة على المنطقة المحيطة بمبنى في مدينة البيري بالضفة الغربية، كان قد تعرض قبل أيام لهجوم عنيف شنه مستوطنون متطرفون وأدى إلى إثارة الهلع وإشعال حرائق وتضرر 18 سيارة في مواقف الأبنية المجاورة لهذا المبنى المستهدف في البيري بالضفة الغربية، والذي توقف فيه وزير الخارجية الفرنسي تعبيرا عن رفض فرنسا لما تسميه دائما التصرفات العنيفة للمستوطنين، والذين فرضت فرنسا على بعضهم عقوبات عدة مرات خلال الأسابيع والأشهر الماضية. بالعودة إلى سؤالك، نعم هناك قناعة بأن فرنسا التي زار وزراء خارجيتها المتعاقبين يعني كاترين كولونا وستيفان سيجورني وجون نويل بارو أيضا الذين تعاقبوا على منصب وزارة الخارجية، نعم، زاروا خلال الأشهر الماضية وخلال العامين الماضيين بشكل منتظم لبنان وإسرائيل من أجل الترويج لخطة فرنسية، خصوصا خلال الأشهر الماضية لإعادة الهدوء إلى المنطقة الحدودية بين شمالي إسرائيل وجنوبي لبنان. قبل دقائق قال لي كريستوف لوموان وزير الخارجية بل ناطق باسم الخارجية الفرنسية، قال لقناة الحدث حرفيا إن فرنسا تدعو بالنسبة لموضوع لبنان إلى إرساء وقف فوري لإطلاق النار يمهد إلى حل سياسي. نحن كنا قدمنا مبادرة بوقف مؤقت لإطلاق النار، مبادرة مشتركة أمريكية فرنسية نهاية شهر أيلول سبتمبر الماضي خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. هذه المبادرة ما زالت على الطاولة، ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان وأيضا في غزة، ندعو إلى أمر مماثل وندعو إلى عدم اعتماد سياسة تتسبب في انهيار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. بالنسبة إلى لبنان، نعم، الكلمة المفتاح وقف الهجمات العشوائية ضد المدنيين اللبنانيين، مع التذكير بأن الرئيس ماكرون كان ذكر قبل أسبوعين بأن فرنسا تعتبر سيادة لبنان قضية جوهرية بالنسبة لها، ستدافع فرنسا دائما عن هذه القضية الجوهرية كما قال ماكرون، وذكر لاحقا وزير خارجيته جون نويل بارو بهذه التصريحات